دونك اليوم تعطاتنا الشرف باش حضرنا في واحد الدوره اللي هو تاريخي، بحيث انتم عرفتوا بلي ان الاخ الياس العمري عطى الاستقاله ديالو من الرئاسه. دونك بناء على هذه الاستقاله فتحنا الباب الترشيح، كاين جوج مرشحين اليوم اللي جاوا، كاين الاخت فاطمه حساني والاخ سعيد خيرون. وعلاش كنقول لكم تاريخي؟ حيت اليوم كاين جوج مفاجآت كبيره. المفاجأة الاولى هو الحضور ديال الياس العمري، وهذا راه كيبين بلي ان السيد عنده واحد الروح الوطني كبير ودار الواجب ديالو الدستوري، دونك هذا كنسجلوه. وكنسجلوا ايضا انسحاب ديال الاخ سعيد خيرون من عداله التسميه، ولكن بخاصه بالاجماع عداله التسميه قراروا باش يصوتوا مع الاخت فاطمه حساني، دونك خدات الاغلبيه مطلقه 163 عضو من 63، وده كيبين ايضا الروح الوطني ديال كاع الفروق وكاع الاعضاء لاجل استقرار ديال هاد الجهه، لاجل تكميل المشاريع وتنزيل هاد المشاريع على امام الواقع. حتى الا بقينا عام ونص، وما يمكنش في هاد عام ونص نبقى نتخالفوا ولا نبقى نديروا سياسه سويه، ولا كل واحد يطبق شي برنامج من برنامج حزبي اللي عنده. طبعا عندنا برنامج جهوي اللي حنا كنا متفقين عليها، وكنتمناو ان شاء الله نبقاو في هذا الاستقرار. اكيد الانتخاب ديالي كاحدى مكونين ديال المجلس جهه طنجه تطوان الحسيمه هو اكيد فخر وهو تكليف، وان شاء الله نتمناو باش نكونوا قد المسؤوليه ونقدموا الخبره يعني العمل السياسي اللي قمنا به خلال هذه السنوات الماضيه. وان شاء الله يعني كيفما شفتوا انتخاب ديال رئيسه المجلس وكذلك النواب كانت بطريقه يعني توافقيه ديمقراطيه، ضم المجلس ولا مكتب المجلس يعني كفاءات سياسيه ويعني اللي عندهم حين كان، ان شاء الله يكون هذا الشيء كله بالصالح ديال جهه طنجه تطوان الحسيمه. نعم، هو هاد المشاركه في التسيير هي ليست فقط مع الاصاله والمعاصره، هي مع كذلك مع الاتحاد الشراكي، مع حزب الاستقلال، مع التجمع الوطني الاحرار. اذا هما دابا حنا الان خمسه ديال الاحزاب اللي كاينين في التدبير. هذا طبيعة الحال الخطوط وفي السياسة وهذا الشيء يعني عنده مرتبط بسياق وظروف، الآن يعني جميع السياقات قد تغيرت، وهذه يعني والتحالف ديالنا أو المشاركة ديال في بعض المواقع موجودة، لا في الجماعات المحلية ولا في المجالس الإقليمية كاين هذه المشاركة. ودابا الآن كاين على مستوى مجلس الجهة في هذا الظرف يعني اللي باقي فيه سنتين، وبطبيعة الحال الشخصية ديال الرئيس كذلك لها اثار يعني في اي ترتيب، ونطلب الله يكون الخير ان شاء الله. اختيار ديال الفريق هو اللي اختارني باش نكون واحد من الناس اللي كيمثلوا الفريق في هذه التشكيله، وكنشكرهم على الثقه ديالهم، نتمنى نكون في مستوى الثقه.